catastrophic hemorrhage should be controlled first. يعني انت قدامك اكو بليدنج قبل لا تسوي اي خطوه بس حط اصبعك على البليدنج يعني تسوي فشار. يجينا بعدين الاير واي بريثنج سيركوليشن. لايف ثريتنينج external bleeding is controlled first and then follow the IVC. احنا عندنا اكو الجدول بالنسبه للشوك. يجي المريض تعرفون تايبس اوف شوك تايب 1 2 3 4. تايب 1 نورمال هارت ريت بلس ريت عاده والبلد بريشر يكون نورمال جاست بلاد لوس اقل من 15%، يعني اقل من 750 مل. تايب 2 تقريبا 750 الى 1500 مل بلاد لوس، لذلك ازداد الهارت ريت اكثر من 100. تايب 3 ستيل تايب 2 بلاد بريشر نورمال. تايب 3 اكثر من 120 بلس ريت يقلل البلاد بريشر. البلاد لوس تقريبا 30 40% او ما يقل most serious اكثر من 40% life threatening عاده. ممكن المريض يوصل لهي المرحله يصير irreversible اذا اجانا هو in type 4 shock. method of resuscitation بشكل عام بدنا نحكي يعني هاي general lines يعني الفلويد اللي تواجهوه تشوفوه بالطوارئ دائما هو الكريستالويد normal saline وتلقون الرنجر كريستالويد ايزوتونيك سوليوشن كريستال نورمال سلاين والرنجر ذني ايزوتونيك سوليوشن. وعندنا البلاد اوبشنز ممكن نيجاتيف بلاد يعني او نيجاتيف هذه بدون يعني بدون ما تسوي كروس ماتشنج وشي هذه يونيفرسال دونر. تايب سبيسيفيك بلاد يعني مجرد بس ياخذ الفصيله مالته وكروس ماتش ياخذ الار اتش جروب. ترانسفيوجن ريتس هو 1 الى 1 الى 1 بلاد بلازما اند بليتليت يعني يعطون هول بلاد يعطون ويا بلازما يعطون بليتليت او باك ار بي سي بلازما بليتليت. اكثر شيء يستخدمونه بالطوارئ هو الهول بلاد. ممكن نشوف الباك ار بي سي اذا مثلا تطيل فوليوم اكسبانشن البلازما والبليتليت. imaging طبعا نانا في شغله delay of fracture diagnosis is the most commonly caused failure cause of failure to image the extremity. يعني دائما المريض ما تصور الاطراف مالته بسبب انه مس diagnosis عادة. delay diagnosis هو السبب الرئيسي فيمس يعني. imaging the most important عندنا AV chest mediastinal widening نشوف بيها نشوف pneumothorax lateral cervical spine مهمه لازم نشوف فيها سي 7. اذا ما شفنا سي 7 معناتها اكو شورتج بالاكس راي اوف سيرفايكل سباين ما واضحه تطلع. لازم نشوف الجنكشن اوف سي 7 ام تي 1. اي بي بلفيس مهمه جدا. عندنا اكو كاردينال ساين بالال بي اي بي بلفيس اشوف عن الاوبتريتا فريمن بيوفيك ريماي ساكرم بروجكتنج توورد دي سيمفيس بيوبس كوكسكس ايضا التيب اوف ذا كوكسكس توورد دي سيمفيسس بيوبس انتيريور اللي بالسنتر. وعندنا التير دروب سوبيريور استابيلر روف انتيريور بوستيير بوردر اوف استابيلم لان كلها نشوفهم بالاي بي بلفس. بالاضافه للهارت شيب انر بلفس راح اشوفها بالاكس راي او على الاقل اشوف الدائره هاي اللي بالنص. سيتا سكان مهم جدا هسه بصبح الجولد ستاندرد evaluation بالامرجنسي روم بالنسبه للسيرفايكال سباين بالنسبه للبلفس ايضا يدخل بها بالجراحه العامه التشيست والابدومن. دامج كنترول اورثوبيديك اكو عندنا شيء اسمه دامج كنترول يعني مجرد انه بس تخلي المريض تحافظ على حياته. parameters that help to decide which patients should undergo damage control. اكو عندنا نقاط أساسية من خلالها نعرف إنه من ما المريض يتعامل وياه بشكل دامج كنترول. أول واحد هو إذا كان إنجري سيفيرتي سكور أكثر من 40 إذا وذاوت ثراسك تروما.
ايضا انجري سيفيرتي سكور اكثر من 20 اذا عدى ثوراسيك تروما، يعني الثوراسيك تروما سيجنيفيكانت تعتبر. فالانجري سيفيرتي سكور اما اكثر من 40 without thoracic او اكثر من 20 with thoracic trauma. اللي عندهم جلاسكو كوما سكيل 8 او اقل should undergo damage control orthopedic. multiple injuries with severe pelvic abdominal injury and hemorrhagic shock. patients in shock. hypovolemic. hemorrhagic mainly يعني مو بس hypovolemic. bilateral femoral fracture. تبهو. يعني ايش قد مرات واحد يعني يستخف bilateral fracture femur. مع ذلك ال bilateral fracture femur should undergo DCO. damage control orthopedic. لانه احنا bilateral fracture femur patients may under يعني may be under grade 4 shock. والتالي ممكن يكون irreversible. احنا ال single bone fracture femur may have loss of 1 to 2,000 blood mil of blood volume lost. بالنسبة للفراكتشر هيماتوما ممكن تاخذ حتى 2000 مل في السنجل بون. كيف بايلاترال؟ بلمناري كونتيوجن نوتد اون ذا راديوغراف. انا اشوف بلمناري كونتيوجن بالاكس راي مجرد اشوف بس تشيست اكس راي سويت المريض ما بعد ما مسوي سي تي لانه هيمودايناميكلي مثلا انستيبل. تعرفون الاكس راي صارت بورتبل يعني المريض على التيبل مال الطوارئ اقدر اسوي له اكس راي بعد ما انقله. سي تي لا عادة اوديه لمكان ثاني. فمجرد اشوف كونتيوجن معناتها دامج كنترول اورثوبيديك. هايبوثيرميا هيد انجري وذ ابريفيتد انجري سكيل سكور اوف 3 او اكثر. انترلوكين 6 فاليو 600 بيكوغرام بير ديسليتر. هذا احنا ما عندنا بس هو موجود بال يعني لاينز يعني ما راح تشوفه بالطوارئ. اللي يشوفوه هو الاشياء اللي ذكرتها بالاشرف فراكشن في مار ممكن تشوفها بالطوارئ. بنر كونتيوجن هايبوثيرميا هيد انجري مالتيبل انجريز تو ذا ابدومن بيلفيز لان كلهم يشوفوهم بالطوارئ. دامج كنترول اورثوبيديك. patients at increased risk of adult respiratory distress syndrome with multi organ failure during the acute inflammatory window. نحن لا عادة من 2 to 5 days due to surge of inflammatory markers. هنا interleukin 1, 2, 6 then يعتبر inflammatory markers يعني توكس. عندنا اكو باد inflammatory markers واكو good inflammatory marker مثل interleukin 4, 10 then يعتبر يعني good prognostic marker. اما interleukin 1, 6, 2 then يعتبر bad inflammatory markers. Therefore, only potentially life-threatening injury should be treated in this period. بالنسبة لدمج كنترول أورثوبيديك احنا قلنا انه اكو ذول اللي لازم يعني اللي بارامترز اللي حكيناها قبل شوية. لكن من التوب إمرجنسيز بالنسبة للأورثوبيديك عندنا ذني سبع أشياء أو ثمانية يعني كلهم توب إمرجنسيز احنا راح نحكي عليها عندنا هسه. Unstable pelvic fracture. Unstable pelvic fracture راح يجي له اللي هنا type ABC type 2 و 3 lateral compression type 2 و 3 و combined و vertical shear لأنه كلهم unstable pelvic fracture. Compartment syndrome. Fracture with vascular injury. Unreduced dislocation. Traumatic amputation. Unreduced يعني معناتها at time of يعني at time of presentation with a trial of close reduction ما رجع. فال unreduced يعتبر emergency top. يعني محاولين ويا at the scene مكان الحادث محاولين يعني رجعوا وما راجع واضح. او محاولين يا بمكان اخر وما راجع. اقصد انه اللي unreduced يعني مو chronic اقصد بين acute. unstable spine fractures. Cauda equina syndrome. طبعا الفراكتشر unstable spine fracture ممكن associate with يعني cord injury. والcauda equina syndrome والopen fracture. resuscitation هو عادة تبدي بال يعني ABCD in form of advanced trauma life supports.
هاي صور يعني شلون تسوي الاستابلايزيشن في السيرفايكال سباين، شلون تسوي بيشن ترانسفير، شلون كنترولينج ذا هيموريج ولا ايروير بريثنج، ذن يكون لازم تحافظ عليهم. بعدين تجينا الديسابيلتي ونيولوجيكال ديفيسيتس. اول موضوع راح ناخذه بالامرجنسيز هو انستابل بيلفيك فراكشر. كلاسيفيكيشن اوف انستابل بيلفيك فراكشر، اكو حسب التايب كلاسيفيكيشن واكو حسب يونغ بيرجس. يعني انا بس هيك بتوضح لكم انه عارف الانستابل فراكشر انفولفينج بيلفيك رينج، واضح اما كان يونيلاترال او بايلاترال involvement of posterior pelvic ring. هاي كلش مهمة. هنا صورة الاكس راي بيها شوفنا يعني شوفنا ال anterior pelvic ring symphysis with diastasis and posteriorly head and row showing the shows the posterior sacroiliac joint disruption. هنا الصورة of side impact ممكن يجي lateral compression from this trauma. And احنا اهم شيء هو reducing the pelvic volume. يعني كأنه أنا هذا الحجم هسه اللي open pelvis كأنه هذا عندنا مفتوح، فشي مفتوح، كتاب مفتوح، وأنا أحاول إنه أغلق هذا الكتاب. The aim is to reduce the pelvic volume. ليش سووا بالطوارئ؟ هو إنه ترجعون حجم هذا البلفس حتى ما يأخذ كمية كبيرة من الدم، حتى ما يصير عندنا further blood loss. Reducing blood volume of the pelvis and allow for tamponade to occur. Stabilizing the pelvic injury and clot formation, and then prepare for auto transfusion. Allow auto transfusion. دوري يعني اللي يأخذون دم مالته من نفس الدم ممكن يستفاد من عدة وينقله لنفس الشخص. Cell saver machine. Modalities of the بالإمرجنسي عن شو سوي؟ Modalities of unstable pelvic fracture. عندنا pelvic binder. راح نشوف صورتنا اذا موجوده. هنا عندنا بيلفيك بايندر، خلينا نرجع هذه بيت شيت اند ارتريال كلام، يعني مثل القارصه ارتري اذا شايفين بالطوارئ او بالعمليات ارتري كلام. بيت شيت يعني هذا بدي يعني قطعه مال قماش والفها حول المريض واقرصها بالارتري. نيماتيك انتي شوك جارمنتس اذا عدنا بالطوارئ اقدر اخلي هي هذه البدله اللي بالنص بها يلبسوها للطيارين حتى يقلل برفل اديما اللور لمز. هاي ايضا تحافظون على البرفل فوليوم. نيماتيك انتي شوك جارمنتس او سي كلام او اكسترنال فيكسيتر. سي كلام هاي الصوره اللي على اليمين بالاسفل، والاكسترنال فيكسيتر هذا اللي اما اليك اطبقهم على الانتيرير يعني بيهايند انتيرير سوبريا اليك سباين، او اخليهم سوبرا استابل كلام يعني بالنسبه للشانزات بالاكسترنال فيكسيشن. الاكسترنال فيكسيشن مو يعني هذا يعتبر امرجنسي ميجر، يعني ممكن يعني صح هو يحتاج يعني اورثوبيديك سيرجن لكن يعتبر امرجنسي ميجر، ما يعتبر ديفينيتيف ميجر. امرجنسي تريتمنت اذا بالاضافه للاير واي بريثنج سيركيليشن والديسابيلتي والاكسبوجر، عندنا البلفيك بايندر والسي كلامب والاكسترنال فيكسيتر. لاني متوفرات اللي حشوفهم بالطوارئ ممكن بس البايندر والاكسترنال فيكسيتر، لا الانتي شوك جارمنتس ولا السي كلامب، موجود الاكسترنال والبلفيك بايندر. هسه هذا اول موضوع. اذا واضح او اي اعتراض او اي فك يعني فتشي بالكم عن الموضوع الاول unstable pelvic fracture، اهم شيء انا ارجع البلفيك فوليوم. ثانيا اثبت هذا الشيء قدر الامكان بايندر او شيت، يعني اخذ فتشي تاول بالطوارئ قماش الفه حول حوض المريض واقرصه بارتري كلام واخلي له اكسترنال فيكسيتر كامرجنسي ميجر. بس ان شاء الله واحده اللي حاضرين خلي يسمعون هاي المعلومه. الاكسترنال فيكسيتر ما اقدر اخليه اذا واحد عندي لاترال كومبريشن فراكشر. ليش؟ لان انا احاول اسدل هذا الكتاب المفتوح.
اسوي كلوجر تو دي فوك اوبن بوك فراكشر والفيرتيكال شير عاده اقدر اخليهن اكسترنال فيكسيتر لكنه اللاترال كومبريشن اللي عندهم رابتشر اوف ذا بوستيريور وينج اللي هي الياك وينج ساكرال فراكشر ما اقدر اخليهم اكسترنال لان اكسترنال من اسوي له كومبريشن واي احاول اسده حيزداد الريسك مال فيردر بوستيريور انجوي بوستيريور ساكو الياك بوستيريور ساكرال ساكو الياك جوينت ساكو الياك ليجامنت فيردر ديسربشن راح يصير بها وبالتالي ميبي فيردر نيرف انجوي اوكي وما راح يسيطر لنا على لان انا اسد الكتاب كانه من الامام وينفتح من الخلف كومبارتمنت سيندروم كتعريف هو elevation of interstitial pressure in a closed osteofacial compartment كلكم تعرفون شنو الكومبارتمنت حجرة محاطة بالفايبرو اوسيوس شيء فايبرو اوسيوس يعني ممبرين هذا عادة يحتوي لنا المصل ونيورو فاسكولار بندل هذه الحجرة بها حجم معين لما يزداد اي محتوى على حساب الاخر حيكون يعني انا لما يصير عندنا بليدنج هالبليدنج حيضغط لنا على الموست تينيوس ستراكشرز اللي هنا ببدايه الكابيلاريز ممكن او اضعف معده منه بعد الفينوس يضغط لنا على الفينوس وول بالتالي يقل الفينوس ريتيرن مايكروفاسكولار كومبرومايز اند ريزلتنت اسكيميا اند نيكروسيس بس يبقى delayed و undiagnosed و untreated ممكن يسوينا ischemia وبالتالي necrosis عادة normal intracompartmental pressure هو 0 إلى 10 ملم mercury acute compartments عندنا 2 measure إما absolute compartmental pressure اللي أقيسه مباشرة أكو قياس خاص يقيس compartmental pressure اللي هو absolute pressure 25 إلى 30 ملم mercury وأكثر هاي absolute pressure أكو شيء اسمه differential pressure اللي هو الدايستول ناقص الانتراكمبارتمنتال pressure فرق الضغط بيناتهم فرق الضغط إذا كان قليل معناته الانتراكمبارتمنتال pressure ارتفع إلى مستوى كلش قريب من الدايستول طبعا هذا القياس ما قيس المريض إن شوك لازم أسوي resuscitation لأنه الشوك ممكن ما يعطينا قراءة صحيحة للدايستول فبالتالي ما اقدر اعتمد على الديفرنشال بريشر ان شوك بيشنت خلوا بالكم هاي المسألة فلازم اصحح البلد بريشر مال البيشنت بعدين اقيس الديفرنشال بريشر انكريست كومبارتمنتال بريشر ليد تو انكريس فينوس بريشر اي سيد از ذات على فينوس ريتيرن ديكريزينج ذا ارتيريو فينوس جراديانتس resulting in muscle and nerve ischemia. Why it is dangerous? النيرف وعلى المصل. النيرف ممكن إذا كان temporary يسوي نيوروباكسيا وممكن يصير بها healing. لكن إذا كان long term يسوي ischemia وبالتالي nerve cell death. على المصل ممكن يسوي contracture يعني إذا كان ischemia و debridement of blood supply بالتالي تهينا بالفولكمان اسكيميك كونتراكتشر او ينتهي بجانجرين هاي الليت ستيج اللي هي انتريتد راح تنتهي بجانجرين او امبوتيشن اوف ذا ليم بالكمبارتمنت عندنا فيشيس سيركل يعني هي حلقه مفرغه يعني شيء يحث بشيء يعني مثلا ريديوست بلاد فلو سوينا اسكيميا الارتيريال دمج ايضا تسوي اسكيميا الاسكيميا ايش حيصير نتيجتها بما انه اسكيميا تنطينا الاوديما اوديما فازو دايليتيشن الفازو دايليترز يعني انفلامتري ميدياتر يتحرر من البلد فازلز بالتالي يسوينا من ضمن فازو دايليتيشن يزداد الانترستيشيال اوديما الدايركت تروما ايضا سوينا اوديما بالتالي يزداد الانترا كومبارتمنتال بريشر intracompartmental pressure هو معناته ال compartment syndrome لما يزداد intracompartmental pressure أنا أقطع هاي السلسلة بالفيشيوتومي
إذا تركناها نفسيتها الانكريز انتراكبارتمنتال فشر ما قطعناها هاي السلسلة يزداد الريدكشن اوف بلاد فلو وبالتالي نفس الحلقة حتزداد. المميز مالتها هو البين ساين سيمتم كلها بين. إذا تشوفون الكلينيكال فوتوغراف اوف بيشنتس فوت والفور ارم اوف بيشنتس هاي بليستر. البليستر هي واحدة من الساين اوف كومبارتمنت يعني انكريز انتراكبارتمنتال فشر سواء كان whatever the cause سواء كان burn, crush injury, degloving injury أو heavy trauma كلنا زود لنا intracompartmental pressure. وهنا البلستر هاي واحدة من الستيج 2 تعتبر هاي اللي هو burn سواء كان قلنا سواء كان الكتري أو الكتريك شوك يعني سواء كان أو burn أو trauma. هنا صورة يوضح لنا الليك بالكروس سكشن شوف المسلز والان بتوين نيوروفاسكولار بندل وين ذا فاتي انشيت يعني اللاير هاي اللي بالانتيريور والبوستيريور كومبارتمنت اوف ذا ليك. بالانترا كومبارتمنتال فاشنال انكريمنتس شوفون المسلز وين راح يضغط على اللي هنا حل الفاتي اريا حينضغط عليها يزداد الـ intracompartmental pressure within the muscle يزداد bleeding ويزداد الأدمة حتضغط على neurovascular bundle. شوفوا اتجاهات السهم على هاي المنطقة الفاتي اللي فيها anterior neurovascular posterior neurovascular bundle ويضغط على البريفري يعني يزداد القطر بالضغط على المناطق اللي هي أقل قوة هي هاي المنطقة اللي تخضع للضغط حينضغط عليها أول. هنا two incisions of the fasciotomy of the leg. احنا عندنا ال two incisions نقدر نحررهم بين four compartments anterior lateral بال anterior lateral incision وال posterior medial incision نحررهم بين posterior superficial deep compartments. sign symptoms mainly هي ال pain اكثر شيء يعتمد عليه المريض symptom هو pain out of proportion كسمتم وبين كساين بين on stretching of the involved compartment. مثلاً أدي posterior compartment صاير أسوي dorsiflexion stretching للflexor muscles. إذا أدي anterior compartment أسوي plantar flexion of the victor plantar flexion of the toes حيسوينا severe pain بالanterior والlateral compartment. marked the swelling progressive neurological deficits. Neurological deficits عادة تجي progressive يعني مو هي المين سيمتوم تدريجي حتجي تصعد يعني ورابد ال 5 بيز 7 بيز كلهن يجن later on بس اهم شيء pain pressure يعني pain on tenderness طبعا pain tenderness ايضا on pressing the involved compartments Paresthesia involved of the involved compartments with distal to the compartments. Well, paralysis. أسأل المريض قل له حرك هذا الأصبع أو شيء بعد ما يقدر يحرك. هاي حكي late symptom. Pulse ممكن reduced. لكنه pulse presence does not exclude compartment syndrome. PL أيضا هاتيجي late لأنه الarterial يعني كومبرشن يجي ليت اول ما ينضغط الفينس بعدين الكابيلاري بعدين الارتري انه ثيك وول. كومبليكيشن ريليتد تو ذا كومبارتمنتس هو ليت سيكولي ممكن تجينا الفولتمان كونتراكتشر وير ريفلكشن ايفن تو ذا كومبليكيشن طبعا اوف ذا ميست كومبارتمنت sensory loss, chronic pain ممكن تنتهي بامبوتيشن لان راح تنتهي نون فانكشنينج لم. مانجمنت رغم انه الكومبارتمنت كل يعرف انه سيرجيكال مانجمنت لكن اكو بي لاين اوف نون سيرجيكال مانجمنت لازم تدني المجهز تطبقهم قلنا قبل لا نسوي اي شيء. ريموف اني تايت باندج انا مثلا جبس ايدي يجي أجل الطوارئ عندي sign of compartments أول شيء لازم توخر
الباندج، تقص الباندج. يقول لك هذا بس مجرد اني اقص الباندج وخرته، هاي اول خطوه. تقدر بعد تقلل من البشر يعني فول باي 30% وان ذا كاست سبلت ان وان سايد. المريض مسوي له كاست كامل يعني سلندر كاست دائما داير الطرف، مجرد انه افتح من طرف واحد تقل البشر باي 30%. After the cast spread 60% حيقل، قصة منا ومنا حيقل 60%. Split the padding يعني أنا مو بس الكاست أشيله، أشيل القطن reduced by further 10%. Complete removal of the cast كله توخره 10% إضافي. إذن وآخر شيء total removal of the cast by 85% يوصل حتى 90% by just taking off the blaster كل البلاستر بما فيه tight يعني underlying bandage كله لازم يشيله، شيل الدريسنج، شيل السوتشرنج، كل هذا ممكن يقلل يعني intra compartmental pressure. elevation بس هنا ركزوا عليها كلمة elevation، لازم احافظ على اللم at the level of the heart above is above the heart يزود لنا risk of ischemic edema. اذا خلينا elevation below the level of the heart يزود risk مال edema، وبالتالي مئات المقولات. good oxygenation لازم ما يعطي hyperbaric oxygen. hyperbaric احنا ما عدنا بالطوارئ بس لازم ensure good oxygenation، لأنه oxygenation mean delivering of the oxygen to the injured tissue. ensure patients normotensive. قبل شوية قلنا إنه ما أقدر أقيس intracompartmental والdifferential pressure إذا ما أعدل blood pressure of the patients. كل هاي line of non-surgical measurements كلها مهمة. surgical measurements هي فاشية تمام. طبعا تفتح الاسكان والفيشيا كلها تفتحها وتحرر كل الكمبارتمنت of the involved by the compartment cell. مهمة جدا when the fascia is cut to relieve the tension عادة result in loss of the يعني commonly treating the resulting loss of blood pressure blood flow to the limb. انا دائما من احرر الفيشيا اتاكد انه كومبليت فيشيوتومي دم، يعني مو اسوي جهه واثر جهه، مو اسوي الاكستنسر واعفل الفلكسر. عاده يعني الانجرد لم انفولد ان اول كومبارتمنتس، لازم اتاكد انه مو بس مثلا بروكسيمال بارت ريليز، لازم اتاكد ان ديستال بارت ايضا ريليز فروم دي كومبارتمنت، لازم باي فيشيوتومي. هنا أنا صور للبرنسبل، شو أسوي أنا كبرنسبل؟ early diagnosis بالفيشيتومي لازم أنا within golden time، يعني المريض مو يجينا مثلا بعد golden hours أسوي فيشيتومي. يعني هذه واحدة من الأشياء اللي تفاجئوها أنه ممكن المريض يجينا بعد مثلا 10 ساعات، بعد 10 ساعات، لكن المريض شو وقت بدأ كمبارتمنت مالته؟ شو وقت بدأ؟ هنا مهم المسألة. أن المريض مثلاً انضرب قبل 8 ساعات. وجه خلال هاي 8 ساعات، أوكي بعدها still within the accepted time اللي هو 6 ساعات golden time. لكن المريض مثلاً أجانا قبل 12 ساعة مضروب. أنا بعد ما أقدر أسوي في أشياء تومي. لو أقدر أسوي في أشياء تومي، أظل بحيرة. أسأل المريض شو وقت بدا الالم؟ ممكن مثلا قبل ساعتين من وصول الطوارئ، شو وقت بدا الالم؟ افحص المريض اذا اكو ساين اوف فايابيلتي، يعني مو واصل لمرحله انه اسكيميك لم. بالاسكيميا بعد ما اقدر انا اسوي فيشيتومي، يعني من يقبل الجولدن تايم تبقى الدور يعني كويشنبل، هل انه المريض وصل كومبارتمنت بريشر، صار يعني وصل انت كومبارتمنتال فشل وصل عالي قبل 6 ساعات، لو خلال ساعتين ثلاثه من البرزنتيشن.
يعني ممكن انسان يضرب قبل 12 ساعه لكن الكومبارتمنت قبل ساعتين اذا صار. فهنا نعتمد على الكلينيكال دايجنوسز ايرلي دايجنوسز. شو اسوي؟ اتاكدت انه هو وذين جولدن تايم انا اذا اسوي فاشيتومي لونج اكستنسايل انسيشن، يعني مو افتح بروكسيمال واعوف الديستال بار، افتح الديستال واعوف البروكسيمال. ريليز اول فيشال كومبارتمنتس بريزيرف نيورو فاسكولار بندل، يعني مو افتح النيورو افتح الفيشا اسوي انجري تو ذا سوبرفيشال نيرفز. مثلا نفتح الانتيريور لاترال انسيشن بالليك يواجهنا السوبرفيشال بيرونيال، يعني مو بالشفة افتح وطع قبل اقصر السوبرفيشال بيرونيال، حضر المريض اكثر مما تنفع لان حينتهي بينفل نيوروما باي سيفير بين ديبرايد اول نيكروتيك تيشو. شفت قدامك نيكروتيك تيشو لازم تسوي ديبرايدمنت كلها شيلها، عنده شيء على المصل ما يصير تسوي ديبرايدمنت للنيرف، قليل جدا انه تشوف انت دامج او نيكروتيك نيرف الا يجينا مثلا صار له كم يوم وفات حتى باي ذا واي فور اذر ريزن تلقى النيرف نيكروتيك، مع ذلك تحوفه تنتظر يعني تعطي انذر تشانس. كفر ذا وونز وذن 7 تو 10 دايز، احنا بدنا نحكي على سكندري كلوجر، يعني برايمري كلوجر انا ما راح اسوي اصلا، مجرد افتح الفيشيا واعوف اسوي وايت دريسنج او اقرب تقريب اذا ببالي انه بس اقرب حتى ما يصير بي يعني سكن ريتراكتد اندز. هاي اللاين اوف انسيشن بالنسبه للفور ارم والهاند بس وضحها دي وضحها قدامك والفوت ايضا. هاي الصور بس حتى تشوفون كومبارتمنت اوف ذا فوت هاند اند فور ارم والليك. هنا تو لاين اوف انسيشن بالليك، بالفوت احنا عندنا ماني لاينز اوف انسيشن ميديال اثنين دورزال واحد لاترال وواحد ممكن كالكينيال. بالهاند عندنا تو دورزال انسيشن ثينر بالمر انسيشن وهايبو ثينر. بالفور ارم سنجل فولر انسيشن ممكن اسويها سنجل دورزال او ما احتاج احيانا، بس اكثر شيء يجي للفولر ان بلك اوف ذا مسل هو بالفولر اسبكت. انتهى الموضوع الثاني. الموضوع الثالث هو فراكتشر وذ فاسكولار انجري. فراكتشر وذ فاسكولار انجريز مثل ما تلاحظون انه عندنا سيرتن فراكتشرز عاده ادجيسنت تو ذيس فراكتشرز يجينا لي المين فيزل اوف ذا لم. احنا ليش يعني نهتم له؟ لانه هو المين فيزل، لو كان مثلا يعني نون سيجنفيكانت مو الميجر فيزل ما اهتم له ولا اخذ بالحسبان. مثلا سوبرا كوندايلر انجري تو ذا براكيال ارتري، سوبرا كوندايلر هيومرس فراكتشر، سوبرا كوندايلر فراكتشر فيبر انجري تو ذا بوبليتيال ارتري، مثلا ديستال تيبيا انتيريال تيبيال ارتري او بوسيال تيبيال ارتري، ذن يعتبر ميجر ارتريز. بالنسبه للسوبرا كوندايلر عاده ممكن يجينا طفل سوبرا كوندايلر ديستال بالز ابسنس، سوبراكوندايلر فراكتشر فيمر ممكن يجينا ويا ديستال بلس ابسنت لان بوبليتيال هو الميجر بلس سبلاي تو ليفر لم. كذلك بريكيال بينما مثلا انتيريا تيبيال نان سيجنفيكانت اذا كان انجورد، بوستيريا تيبيال بس حتى يوضح لك انه اكو فاسكولار انجري وذ ذيس فراكتشرز. Peripheral injuries account for 80% of all vascular trauma. يعني بالنسبة للvessel injury باللم 80% من الvessel injury بشكل عام in general. يعني ممكن يجينا brachial ممكن popliteal بس قليل انه يجينا central يعني major arteries. Lower limb extremity involving the 2/3 of all patients with vascular injury، يعني lower limb أكثر من upper limb. 90% of patients with vascular injury هو male لأنه عادة متعلق بالعمل، أكثر شيء related to the heavy work. هم ال male related to the heavy works accidents blast أكثر شيء male، يعني مواجهة هاي بالطوارئ بالشارع أكثر شيء لأنه العمل
حيواجه الرجل يعني عادة الأعمال الصعاب وغيرها يواجهها الرجال. Industrial work أغلبيتها هي male. Complex extremity involving both arterial and skeletal injury رغم أنه rare يعني both at the same time rare ترى يعني مو common يعني ايش قد يجينا كسور لكنه rarely يجي ويا مثلا vascular injury يعني vascular injury required repair أقصد واضح. Combined arterial and skeletal trauma impact substantially high risk of limb loss يعني مثل ما تشوفوا انه لما يجون اثنيناتهم لذلك رير لما يجون اثنيناتهم بها risk of limb loss فلذلك هذا من لطف رب العالمين انه رير presentation and limb morbidity يعني تنتهي limb functioning limb عادة أو amputation أو إلى آخره. Then do isolated skeletal and arterial injuries. يعني لما يجي واحد بواحد من عندهم أهون بكثير من أويجن كومباين. Gunshot wound عادة هي داخل الحصة الكبيرة 70-80% من الفاسكولار انجريز باللم. That require intervention. Stab wound تجي أقل بعد. Blunt trauma. Presence of fracture or dislocation أيضا يزيد لنا risk of injury. Iatrogenic mean surgeon induced 5% of the cases. Examination هاي النقطة الأولى على اليمين الباراجراف كلش مهم. إذا كان pulse present and normal شو أسوي يعني؟ check the ankle brachial index عندي limb injury و suspicion of vascular injury سواء كان fracture أو dislocation check the ankle brachial index إذا كان أكثر من 9 just serial monitoring just إذا كان أقل من 9 سوي doppler أو LCT NGO إذا كان confirm the injury راح نحتاج الفاسكولار سيرجن. Hard sign of vascular injury هو إذا شفت active hemorrhage أو pulsatile hemorrhage هاي يعني أقول عليها أحلف عليها إنه هذه vascular injury. Pulsatile or expanding hematoma absolute هاي hard sign بعد ما أقدر أقول هاي ما بيها vascular injury لم. Sign of limb ischemia with elevated compartmental pressure هاي بعد أكيد أقول أكو vascular injury. Soft sign of vascular injury associated هي hypotension shock neurological deficits ليش عادة هي associated with the vascular injury. In contrast ischemic neuropathy اللي يجي يعني هو يعني neurological deficits يجي مو نتيجة الاسكيمي يعني due to primary injury occur immediately after injury يعني neurological injury associated with vascular injury due to trauma in contrast to the ischemic neuropathy that delayed يعني usually delayed presentation. واضحة النقطة لو يعني أكفد مشكلة بيها يعني أنا يجينا واحد أدى نيوجيك برايمري نيرف إنجري عادة تجي إميديت أونسيت بينما هذا إسكيميك يعني سواء كان ريديوست بلاس سبلاي أو إسكيميك نيوروباثي يوجوالي ديلايد برزنتيشن يعني مو إميديتلي. تريتمنت كلوز ذا فراكتشر عادة does not penetrate the skin. Treatment شنو lines بشكل عام يعني manipulation أهم شيء just simple manipulation improve the position of fragments هاي واحدة sibilant temporary sibilantage شنو متوفر عندك تقدر تسوي sibilant سواء كان يعني وايرات عادية سيم عادي كرتونة خشبة
متوفرة. شنو متوفر يمك؟ انت بمركز صحي بعيد، بس مجرد انه سيبلنت سبورت ديلم بريزيرف ذا جوينت موفمنتس. يعني انت حاول انه من تسوي اموبلايزيشن لا تثبت الجوينت وتقفله قدر الامكان. ريديوس تو ادكويت ابوزيشن، يعني انا شفت تو انجوليشن ات ذا فراكتشر سايز بوث بون فراكتشرز، حاول انه جاست ابوز ذيس تو اند and return to the normal alignment, regaining the normal alignments of the bone fragments and bone ends. External أيضا يعتبر temporary measure. عادة نحتاج للم with vascular injury، هو temporary measure. The benefit of external, it was definitive treatment theoretically. الآن بعد ما في شيء اسمه external fixation definitive، تبدل كله internal fixation nail وإلى آخره. Can be applied almost always and anywhere و everywhere. External proximal humerus, humerus, thigh, knee، كلها أقدر أسوي external fixation. أيضا يفيدنا إذا عندنا severe soft tissue injury، أوخر الضمادات الخارجية وأخر التجبيس، أسوي اكسترنال حتى اقدر اعتني بالجرح مال المريض، اقدر ابدل ضماد واني مرتاح، ما يتحرك الطرف في نفس الوقت المريض ما يعاني مشكله. ادفانتج هو ايزي اند كويك، ريلاتيفلي ستيبل مو ابسولوتلي ستيبل، نو فيردر دامج دان. يعني الاكسترنال عاده هو مينيمال انفيزيف، ما احتاج اسوي دايسكشن ولا احتاج اسوي موبلايزيشن فيردر. ممكن يعني على وضعيه هاللم انا اسوي اكسترنال فيكسيشن. انتهى الموضوع الثالث، الريديوست ديسلوكيشن كومبليت اند بيرزيستنت ديسبليسمنت اوف جوينت ان ويتش ات ليست بارت اوف ذا سبورتنج جوينت كبسول اند سم اوف اتس ليجمنت ار ديسربتد. يعني المشكلة يعني هنا انه انا رجعت او ما قدرت ارجع اساسا، ليش؟ لسبب انه اما جزء من الكبسول صار بي ديسربشن، بحيث انا لما ارجع الجوينت يرجع يخلع مرة ثانية، او اتس ليجامنتس او ليجامنتس اراوندك جوينتس اللي هنا سبورتنج ليجامنتس صار بيها قطعت بعد ما تلزم الجوينت، فبالتالي الريديوست او easily dislocated. No joint is immune from dislocation. كل هن ممكن يجن. تقريبا ماكو واحد ما يصير بي dislocation. حتى الساكرو ادياك ايش قد هو ستيبل ممكن يصير بي dislocation. Most commonly occur in the following order. Shoulder ياخذ حصة الاسد، لأنه shallow joints. Instability عادة هي gained by the ligaments surrounding the joints and joint capsule and muscles. Hip joint, although it's stable conical one joints, لكنه it's liable for dislocation, especially posterior type. Elbow dislocation أيضا يعتبر third in order of dislocation. Metacarbopharyngeal, facet joints of the spine, AC joints of the shoulder. نحتاج إنه أكثر شيء بالديسلوكيشن هو الراديوغراف، anterior posterior lateral view، some special view sometime required. ممكن أحتاج oblique view أو other views in certain situation. مطلوب منكم تعرفون الاكس-راي of the dislocated part or dislocated joints. You almost always ordering for AB and lateral. لازم تاخذ joint above and below، كلش مهمة حتى أفرغ، خصوصا إذا كان limb involved. CT scan أيضا gold standard especially in complex joint dislocation، مثل sacroiliac joint مثلا. Okay؟ لأن كلش مهمة cervical spine
هاي مهمة جدا، احتاج انه اوكسيبيتو سيرفايكل، ايضا احتاج سي تي سكان. برنسبل اوف مانجمنت، انا شو اللي هدف ما عندي من ديسلوكيشن؟ بالاكيوت ديسلوكيشن should be reduced as soon as possible. Open reduction عادةً rarely necessary for acute dislocation. عادةً يرجع. أيضاً أحتاج قلنا CT ممكن أحتاجه بالcarpal dislocation. كلش مهمة. Tarsal bones إلى آخره. Closed reduction with end يعني analgesics أو sedation او اندر جنا اسيزيا. لان كان ممكن احتاج بريدكشن، لكنه ممكن انا اقدر اسوي ريدكشن without any of these اذا كان ما عندي متوفر اي شيء معذرهم. انا بالشارع وشفت نيد ديسلوكيشن حاول ترجع before any other attempts، حتى لو تسوي المريض كل شيء ما تسوي له رجع الديسلوكيشن، لأنه بها risk of vascular injury very high. Attempt first for the most uncomplicated dislocation. يعني أنا closed reduction أحاول إياه بأي طريقة. حاول ترجع. طالما هو uncomplicated أنا حاول إياه وبعدين further measures أتخذها. Complication بالacute injury to the neural vascular bundle. Chronic يجون هذول delayed unreduced dislocation. Recurrent traumatic osteoarthritis يعني degenerative joint disease post dislocation. Stiffness from the injury to the surrounding capsule. Avascular necrosis إذا كان delayed reduction of the joints مثل الهيب لما أكثر من 12 ساعة be a high risk of a vascular necrosis. كذلك shoulder with damage to the articular cartilage. Myositis ossificans is that the risk إذا كان injury to the surrounding muscles. Caution بس انتبهوا على هاي النقاط. Excessive force should not be used in closed reduction. لازم gentle closed reduction. Forceful manipulation may lead to fracture. Shoulder dislocation in elderly, انت تحاول حتى ترجع اذا كنت تحاول gently ما يصير fracture. بس اذا حاولت forcefully راح يصير surgical neck humerus fracture. و easy fractured يعني ما تتصورها. يعني ما تتصورون شلون ينكسر بسهولة. Interposition of soft tissue او bony fragments او Buttonhole of the bone fragment within the capsule. مثل ما يصير بالknee dislocation. Posterior lateral knee dislocation. It's a buttonhole of the medial femoral condyle within the medial joint capsule. يعني مثل ما الدقمة طب الإسرار مالتها. بيت مال الدقمة. هاي يسمى buttonhole. هذا irreducible cell dislocation. واحدة من indication for overreduction. May make closed deduction impossible. For button hauling, لما تشوف sign anywhere, فكر بالover reduction. Let's say forceful multiple manipulation, multiple trials يعني. Remember, I could things to remember in dislocation. أول شيء, it's orthopedic emergency. Reduction should be quick and prompt. يعني حازم وسريع. Reduction should always better طبعا be under anesthesia or sedation. Swelling less common in compared to the fracture. هتتميز مثلا انه هذا fracture or dislocation swelling be اقل عادة. Movements are more restricted than in the fracture. شوف قل له حرك اللم بالفراكشر ممكن يشيل رجله، لكن بالديسلوكيشن صعب انه يحرك مثلا knee joints اذا كان knee dislocation تقريبا مستحيلة. Closed reduction is sufficient in most of the time. Over reduction is restored to specific indication.
ريدكشن تكنيك اولويز ات شود بي فيري جنتل، مثل ما قلنا قبل شويه فورسفل ريدكشن مانوفر ممكن يسوي فراكتشر بين ميبي نوت سبسايد افتر سبلنتنج. اوكي يعني انت من تخلي مثلا ديسلوكيشن وخليت يعني المريض بس سويت له سبلنت، عاده الالم ما يروح الا ترجع الريدكشن. هاي مهمه، اكو اشياء يعني هاي بس حتى تظل ببالكم. هنا انا ايش فيو اكزامبل اوف ديسلوكيشنز عندنا. هنا انا مثلا شولدر انتيريور ديسلوكيشن بالشولدر هو الكومنست، اكثر من 95% انتيريور تايب. يجينا عاده انتيريور تو ديجلينويد لابرم، ياخذ ويا اللابرم ممكن ويجي انتيريور تو ديجلينويد انتيريور اسبكتس. هاي ميثودز اوف كلوزد ريدكشن. عندنا هنا على اليمين فوق هي ستيمسون جرافيتي ميثود، تفيدنا اذا كان بها ايضا وياها اسوشيتد فراكتشر هيومرس. ايضا عندنا كوخر مانوفر، هاي ما تحتاج اي تراكشن، هاي واحده من الجنتل ميثودز اوف ريديوسينج انتيريور شولدر ديسلوكيشن. جاست جنتل موفمنتس. بوستيريور هيب ديسلوكيشن، هاي كلينيكال فوتوغراف اوف بيشنت وذ posterior hip dislocation. اي واحد من عندكم يجاوب لي في السؤال؟ تسمعوني ولا شباب؟ نعم دكتور. نعم سمعك. يعني وياي مركزين لو فاصلين؟ لا دكتور. المواضيع اخو ما تجزا، يعني حاولت اختصرهم بالشيء اللي يفيدكم بس بالطوارئ، لانه اكو يعني اكو فيرد مانجمنت، اكو لاينز، يعني كلش هواي. بس احنا يعني قدر الامكان الاشياء اللي يشوفوها بالطوارئ واللي تسوونها شيء بالطوارئ يعني بس. نعم دكتور عاش ايدك. هنا انا كلينيكال فوتوغراف عاده بالديسلوكيشن بوستيريا ديسلوكيشن اللم فليكس ادكتد انترنال روتيتد. هاي كلينيكال فوتوغراف اوف بيشنت وذ هيب ديسلوكيشن بوستيريا تايب. هان جبت لكم الصور، يعني هاي مثلا هنا ابتوريتر، هاي مال انتيريور هاي الوسطانيه، والصوره اللي على اليمين بوستيريور ديسلوكيشن. هنا انا ميثودز اوف ديسلوكيشن ريدكشن، اول وحده على اليمين جوا، هاي اسمها كابتن مورجان ميثود، هاي يعتبرها نوفل ميثود. والوسطانيه يسموها ستيمسون، ايضا ستيمسون مثل الشولدر، هاي تفيدنا اذا عندنا فراكتشر فيمر. طبعا اتذكروا البرون بوزيشن يساعدنا بها الجرافيتي افكت وياها بوستيريور بريشر دايركت فورس، هاي تفيدنا بالفراكتشر فيمر، ايضا نقدر نسوي ريدكشن فور ديسلوكيشن. وهاي الواتسون جونز اللي على اليسار، اكو بعض الاخصائيين حافظيها باسم اليس، هي مو اليس، هاي اسمها واتسون جونز مانوفر. هاي دائما نستخدمها احنا بالطوارئ، نرجع بها البوستيريور والانتيريور سهله، بس الاسيستنت يثبت الدلفس هو تسحب اما انتيريور اذا كان بوستيريور ديسلوكيشن او تدفع بوستيريور اذا كان انتيريور ديسلوكيشن. وممكن تساعدك اللاترال تراكشن، ايضا واحد يجر الثاي باتجاه اللاترال اسبكتس. هنا البو ديسلوكيشن، هاي صورة بوستيريور البو ديسلوكيشن، الصورة اللي هي كلينيكال فوتوغراف اوف بيشنتس وذ بوستيريور ديسلوكيشن، دي يسوي ريدكشن شو هم باي جرافيتي، ويسحب اكزيال ويدفع من البوستيريور اسبكت اوف ذا ارلي كرانون. الاكس راي جو اوف ذا البو جوينتس. ايضا عندنا كلينيكال فوتوغراف، هاي صورتين جوا على اليمين والوسطانيه، هاي بيشنت وبوستيريور ديسلوكيشن اوف ذا البو، بس حتى تشوفون شلون يجي المريض. هنا عندنا ميتاتارسو فالانجيال اوف ذا فوت وانتر فالانجيال اوف ذا هاند، انتر فالانجيال ديسلوكيشن دورزال ديسلوكيشن اثنيناتهم. شوف الميثود اوف ريدكشن اوف انتر فالانجيال ديسلوكيشن بالهاند، ريدكشن تكنيك هنا يسوي تراكشن
وبرشر على البوستيريورلي ديسبليست ميدل فالينكس و فولر برشر على البروكسيمال فالينكس. يحاول يعكس الدايركشن اوف ديسبليسمنت حتى يسوي ريدكشن بوست ديسلوكيشن. مثلا هنا عندنا الصورة اللي فوق على اليمين باتيلر ديسلوكيشن، الوسطانية ايضا باتيلر، كلينيكال فوتوغراف اللي على اليسار فوق هاي ني ديسلوكيشن، شوف شكلها مرعب جدا ني ديسلوكيشن. عندنا هنا صورتين اكس راي، واحدة جوا. من يقدر يقول لي هذا which type of knee dislocation؟ الصورة اللي على اليسار بالأسفل. anterior دكتور. شوف هذا الخطأ دائما يعني posterior عافية عليك. احنا ال dislocation هو على distal part الموبايل part. انتبهوا على هاي النقطة. الموبايل part أنا أحكم عليها هذا anterior أو posterior. هذا posterior knee dislocation. الوسطانية شنو؟ اكسري بالوسط من يعرف؟ unmuted. احسن muted. lateral knee dislocation باتجاه الباتيلا الفيبيولا عرف. زين الاكسري اللي على اليمين جوا بالاسفل هاي شنو اكسري؟ anterior باتيلر ديسلوكيشن الون الني جوينت انتاكت لاترال باتيلر ديسلوكيشن اللي هو كومنلي باتجاه اللاترال اسبكت. هنا كل ديسلوكيشن الى ميثود اوف اموبلايزيشن بوست ريدكشن يعني كلش هواي بس اللي تعرفوه يعني خلوا ببالكم الشيء اللي تعرفوه انه افتر ديسلوكيشن لم شود بي اموبلايزد ان سلايد فلكشن. مثلا انا اسوي نيد ديسلوكيشن ارجع اسوي سلايد فلكشن بالني جوينتس واسوي سلاب باك سلاب واسوي تشيكينج. السلاب عاده باك سلاب يعني تجبيس خلفي، اسوي باك سلاب عالي فوق الركبه ومد لحد الاصابع حتى اموبلايزيشن تو ذا ديستال جوينتس ونفس الوقت ني جوينتس. كل طبعا كل جوينت الى يعني وقت بالإموبلايزيشن وهذا الشيء يعني راح ياخذ معنا محاضره كلش طويله لو اريد احكي بس لازم تعرفوا انه بوست ريدكشن لازم نسوي إموبلايزيشن كل الجوينتات. هذا الوقت اللي يعطيه للإموبلايزيشن هو فور ريستنج تو ذا سوفت تيشو انجري. انا اعطيه هذا الوقت حتى يصير ريستنج سوفت تيشو انجري حتى يصير بها هيلينج حتى بعد ما يرجع مره ثانيه يخلع. واضح؟ باك سلاب بلي يعني سوي سبورت للجوينت بعد الريدكشن طبعا لازم تتاكد 100% صار بروبر ريدكشن. سوي تشيكينج اكس راي لازم تسوي تشيكينج اكس راي لازم واحيانا نحتاج تشيكينج سي تي سكان بس مثل الهيب جوينت الريست الكاربال بونز التارسل جوينت ثاني كلها مهمات. اسوي سي تي سكان تشيكينج بوست ريدكشن كذلك الهيب جوينت والساكرب يعني الساكرب. العفو دكتور. نعم الصورة الاكس راي على اليسار بلي هذا شلون صارت بوستير يعني مو هذه الباتيلا وفي مرة طالع قدام؟ عفي عليك من اللي يتحرك يعني الطالع. يعني الفرق جايات هيك بوستير وشنو شوف حبيبي اللي يتحرك هسا انت اللي يتحرك الجزء اللي يتحرك من عندك هو الطرف البعيد لون قريب طرف القريب لا لو سمحت لي هسا ياهو اللي طرف الحر الطرف الحر اللي هو يتحرك بطلاقة من هو الجزء البعيد من الجسم هذا الفيبيولا والتيبيا التيبيا والفيبيولا احسنت يعني الني جوينت الني جوينت اللي يتحرك هو الموبايل بارتس هو اللي يصير بي يعني الموبايل بارت هو اللي يصير بيه ديسلوكيشن مو البروكسيمال بارت. البروكسيمال بارت هو ثابت الموبايل بارت هو اللي يصير بيه ديسلوكيشن هو اللي يخلع ويطلع عن الطرف القريب. فأنا وين ما يروح هذا الديستال بارت اقول هذا الديسلوكيشن. يعني نرجع مثلا الفينجر هذا اللي حد يسوي هذا وين صاير الديستال بارت المثل فارينكس والديستال وين رايحات؟ رايحات دورزل
فأقول dorsal dislocation of BIB joint. واضح؟ بعد radius الألنا وين رايحات؟ posteriorly بالإلبو. هذا posteriorly اللي هو كمان. فأقول posterior elbow dislocation. مثلا الهيب جوينت وين رايح الموبايل بارت مو اسوى فرايح بوستيريور مثلا احسن لازم احكم على الطرف الحر اللي هو متحرك لان الطرف الثابت القريب ما يتحرك تبعا للطرف الحر واضح دكتور واضح شكرا جزيلا الطرف البعيد احسنت الديستال بارت هو يتحرك تبعا المن للطرف بروكسيمال فلما يتحرك الطرف البعيد رأيس أنا أقول والطرف القريب هو ثابت أحكم عليه انتهت شكرا دكتور العفو قلنا أنه بالديسلوكيشن أهم نقطة ريدكشن وتشيكينج لللم إذا مثلا نيد ديسلوكيشن لازم أسوي تشيكينج للفاسكر ستيتس الإلبو ديسلوكيشن أتشيك النيورا فاسكر بندل كل لازم تشيك بعدهم كل لازم تشيك النيورا فاسكر بندل هو موبيلايزيشن للم طبعا و start the physiotherapy as much as pain permit يعني شو وقت ما الألم بدأ يخف أبدي أحرك الطرف بس مثلا حسب مثلا hip dislocation أنا أبدي أحرك من ثاني يوم أقول للمريض يبدي يحرك حتى لو خمس درجات يبدي يزود درجة يومية شوي شوي إلى أن حصل full range of motion لكنه still in protection أخلي على traction بعد الديسلوكيت بعد الريدكشن اسوي تراكشن لللم هو سكيليتال تراكشن بالهيب جوينت طبعا واسوي موفمنتس ابدي احرك الهيب جوينتس البو جوينت اموبيلايزيشن 5 تو 7 دايز ماكسيمم اكثر حينتهي بستيفنس والالبو جدا جدا نحس لان هو مور ذان وان جوينتس عندنا راديو كابيتيلر راديو النر والكابيتال هيومرو راديو يعني الراديو كابيتلر جوينتس وعندنا هيومرو النر جوينتس وعندنا راديو النر جوينتس بين الثلاث جوينتات لازم اسوي له كل ما يكون السيرفيس اريا اوف ذا جوينت ديسلوكيتد سمول ينتهي بستيفنس ايرليير يعني ني جوينت ما ينتهي ستيفنس مثل الفرنجيز فرنجيز بسرعه يصير بيستيفنس واضح البو جوينت بسرعه يصير بيستيفنس بينما الشولدر هب ني يبطى شويه ليش السيرفس اريا كلش كبيره واضح فالموفمنت طبعا حسب الجوينتس اذا سمول جوينتس لازم ابدي ايرلي موفمنت حتى ما ينتهي بستيفنس واز بين از ماتش از ذا بين بيرمت مثلا بالالدرلي الهب البو جوينت الشولدر جوينت ديسلوكيشن اسوي الاموبلايزيشن فور 1 ويك جاست باليانج اخليه 3 اسابيع ليش حتى احافظ على الجوينت كبسول ما يصير بيها انجوي باليانج اقدر ارجع بعد الثلاث اسابيع اقدر اسوي ريهابليتيشن ايزلي لكن بالالدرلي بس اجبس اسبوعين يعبر اسبوعين ثلاثه هينتهي بستيفنس اوف ذا شولدر واحده من الكومبليكيشن اللي واجهها هي ستيفنس فلذلك لازم نسوي ايرلي موفمنتس ايرلي شولدر موفمنت البو جوينتس ماكسيمم 5 دايز اني انترا ارتيكولار trauma to the elbow joint should be immobilized no more than 7 days مرات يجي مريض جبسي مثلا radial head fracture مثلا جبسي 3 اسابيع هو مثلا عمره 60 سنة هذا بعد مستحيل انه يرجع بسهولة يعني المريض حيعاني معاناة حتى يمد الالبو جوينتس او يثني فامموبيلايزيشن 7-10 days والدور رأسا early physiotherapy ربط لازم اكتف مو باسف يعني مو مريض الجرو اللي هي اجر لا اكتف موفمنت يعني هو مريض حركه بعد هيب ديسلوكيشن اموبيلايزيشن الا ذا يانج اخليه حتى 6 اسابيع اقدر بس اذا ايلدر لي 3 اسابيع واقول له يعني مو معناته اخليه 3 اسابيع ابسوليوت ما احرك لا يحرك يبدا رينج اوف موشن ان ريستنج بوزيشن ما يدوس ولا يعلق رجله ولا يوقف يحاول انه هو سوباين بوزيشن ويحرك بليانك اقدر اخليه حتى 6 اسابيع سوباين بوزيشن ويحرك يوصل 90 درجه يعبر 90 ممكن هاي بالديسلوكيشن لانه الايفنت اوف ديسلوكيشن سوي سيجنيفيكانت سوفت تيشو انجري يعني سوفت تيشو انفولفد ذا كبسول واللابرام والليجامنتس سراوندينج ذا جوينت
انتهى الموضوع. نجي هسه تروماتيك امبوتيشن. طبعا تروماتيك امبوتيشن يختلف عن الكونجنيتال امبوتيشن، يعني جي طفل اصلا عنده امبوتيت الدم. جاست تروماتيك نتحدث، هاي من احنا المواضيع قلنا عليها اللي هن امرجنسيز ان اورثوبيديك. تروماتيك امبوتيشن defined as surgical or traumatic separation of the limb or appendage from the body. Traumatic amputation may involve any part or extremity, part of كل الاكستريميتي including the arms يعني hands, fingers, feet الى اخره. Causes road traffic accidents at the top. موتور فيكل، رود ترافيك الى اخره، سواء كنت باسنجر درايفر، سواء كنت يعني ريستريند باسنجر او لا ان ريستريند، لان كلهم ممكن يسوون لنا تروماتيك امبوتيشن. بس هي ات ذا توب هي الموتور فيكل اكسيدنت، يعني حوادث الشوارع والسيارات. ترافيك يشمل كل شيء، يعني موتور فيكل، كار اكسيدنت الى اخره، ترين الى اخره. ورك بليس factory construction work، لأنه هنا industrial injuries industrial trauma، لذلك احنا قلنا مساء الميل أكثر. agricultural injuries لأنه أدوات مع المكاين الزراعة، مكاين الحشوة وغيرها إلى آخره، كاروبو إلى آخره، عندنا الأدوات اللي أدوات الزراعية ممكن تضرب من الطرف. firearm explosive firework accidents دور الحرائق وغيرها إلى آخره من الأحداث مع الانفجار. الكتروكشن يعني كتروكشن اكسيدنس، يعني الحرائق الكهربائية اقصد، يعني buildings and car door accidents، يعني واحد توقع مثلا على مثلا على ايده مثلا باب مال سياج، باب مال سيارة مثلا، حائط مال مثلا بيت، جدار كامل سقف يوقع عليه. animal bites مثل ايش يعني، مو انيمال عادية طبعا، شارك مثلا، كروكودايل، كامل مثلا. واحد انا اتذكر طفل مرة، طفل بيتشي نعم تكرمون عضل المطعم عضل قاطم ايده بعيني، هاي شفتها. self mutilation يعني suicide اعتقد المقصود بها. RTA the most common followed by industrial and agricultural. Initial assessments. Patient presents usually with amputated arm. يعني ممكن هو بعد شوية مشلبة أو مقطوعة تماما. Clinical examination is of clinical is of very important. هنا ليش لازم تسوي proper assessments؟ لأنه بالamputated parts لازم تعرف شو اللي مقطوع، شو اللي باقي، شو اللي بالضبط، وين الليفل اوف امبوتيشن. انت اذا دكتور لازم تحدد اكزاكتلي وين از ذا ليفل اوف امبوتيشن، يعني كل شيء لازم يكون بدقه. الوصف يهمنا طبعا، يعني التارسل بون مثلا، المدفوت، يختلف يعني وصف الامبوتيشن. such injuries are associated usually with other injuries مثل head chest abdominal trauma أو significant other musculoskeletal trauma. واي مثل pelvic back وإلى آخره. pain management should begin promptly. لازم أعطي المريض مهدئات ألم فظيعة. لازم يعني، لأن ألم فشي ما يحمل. بالemergency department and proper medication should be given to alleviate the pain. لا تنتظر المريض يطلب معدك، انطيه. هاي in pain مريض ما حيخليك تسوي كل شيء قبل أن تعطيه مهدئات آلام. ممكن حتى نيرف بلوك بهاي اللحظة، ممكن إذا كنت أنت يعني حاضر تعطي نيرف بلوك. judiciously performed under experienced hand. إذا أنت ذكي ممكن تسوي ankle block، تعطي infiltration للنيرف supply to the ankle joints. wrist block ممكن، إذا أنت شاطر ممكن تعطي axillary block مثلا. أوكي عندك الترا ساوند وبالطوارئ تعطي اكسلر بلوك او نيرف بلوك، انكل جوينت مثلا، كل هذه المهمه. ديجيتال بلوك، واحد اذا تروماتيك امبوتيشن للديجيتس تعطي ديجيتال بلوك، اذا انت
يعني انت ما يطلب فشي، يطلب 5 سيزا زالوكين يعني تسوي لك يعني فشي فضيع جدا من الفائدة. Focused should be when on the patient as a whole, not only the limb. يعني المريض جايني عنده amputation، ما اعوف كل الطرف، كل المريض والزق بهذا الشيء المبتور، لان عنده هواي ممكن اشياء اضافيه. Bleeding should be controlled with any method، سواء كان elevation of the limb, gauze, tourniquet. لازم شنو التورنيكيه؟ مرات يجي المريض مسوي له تورنيكيه، انتبهوا على التورنيكي، ممكن كل احنا نعرف انه نسوي التورنيكي، لكن هنا لازم تنتبهون انه التورنيكي اذا خليته المريض راح ما وصل للطوارئ بالوقت المضبوط انت جنيت عليه. يعني مثلا تروماتيك امبوتيشن بالفوت، وانت خليت تورنيكي بالثاي والمريض راح واهله بنشر تاير تعطل مدشنو راحوا منا، اهله نسوا غفل المريض الى اخره، عدت اسباب وتعددت الاسباب. طبعا المريض ما وصل بالجولدن تايم، المريض حينتيب اباف ني امبوتيشن من سببك انت. واضح يا شباب؟ لذلك التورنيكي از ذا لاست اوبشن. البريشر تخلي ضغط ايدك تضغط وتضب عليها ضبه قويه، هاي هي. يعني مثلا عندك مثلا anterior tibial artery injury فرضا ويا ankle dislocation، مثلا ankle dislocation ankle trauma صاير amputation at the level of the ankle joints، تخلي باكات هواي وتضبهم ضبه قويه، ما تسوي تورنيكي above knee. المريض اذا راح لاي سبب من الاسباب وتاخر وعبر الجولدن تايم حينتيب above knee amputation، يعني من ankle قطمت الطرف بتصرفك. مره مريض جانا عسكري عنده تروماتيك امبوتيشن تو ديفوت من السفرانك، يعني كان ادفنتيف سفرانك تورنيكي ابوف ذا، تصور وصل بعد 5 ساعات، يعني ات ذا ليفل اوف ذا ميد ثاي تورنيكي، حتى صاير دسكي ديسكالريشن باللم. لما فتحناها المريض راسا خف الالم ويعني رجعت اللم، ورا ربع ساعة رجعت ريفاسكولاريزيشن، رغم انه شوي تأخر يعني اخذ بالربع ساعة لكن رجعت اللم. صدقوا هذا المريض هو عسكري خطيه، صدقوا هذا المريض لو متأخر بعد ساعتين ينتهي أبوف ني أمبوتيشن. هذا اللي راضي فيه ده ما اعرف شلون يصور الصرف صراحة، هم يعني اكيد هم يحبوه يردون حرصين عليه انه يردون ما يساعد بفردر بلاد لوس، لكن هاي الطريقة تنتهي بفيتال مستيك. واضح كلامي لو اي واحد معكم يجاوبني؟ نعم دكتور واضح. Handling of amputated parts شو اسوي لاني؟ Gentle handling لازم. All unnecessary movement should be avoided. واضح؟ يعني مثلا انا مثلا باقي من عندها فد شيء بسيط، متشلب فد شيء بسيط، ما اظل اني اطبقها الرجل او احطها في شيء جانبي، او يعني بكيفي انا اجرها واحطها على السبلنت، كل شيء اسوي. كل unnecessary movement ما تعرف شو تسوي لا تسويها. If visible dirty، شفت الامبوتيتد بارت dirty، clean with normal saline بس اغسله، هاي هي. The stump should be covered with saline soaked gauze، يعني فت جوزاية بللها بالنورمال سلاين، نقعها كلش هواي جوزايات هواي مو واحدة. To prevent further contamination هاي واحدة. بعد لازم شنو؟ يعني مو بس يعني فائدتها انه prevent further contamination، وبعد هاي clean wounds clean amputated bumps. ممكن انا اسوي re-implantation اذا انت محافظ عليه بالطريقة الصحيحة، لكنه اذا انت عرفت وسخ ودزيته من مستشفى المستشفى وسخ، او من طرف مركز صحي او مستشفى دزيته وسخ، هاي هم جريمة تعتبر، يعني خطأ بحق المريض صراحة. بعد place the parts in a dry plastic bag، اذا هو مبتور وواقع على جهة، بعد انت ما عندك تغسله وتخليه بجوز معقم، جوز نظيف قدر الامكان، تغسله غسله زين تخليه بجوز نظيف، هذا الجوز دائما يكون رطب لازم، وتخليها حاوية نايلون، حاوية بلاستيكية which should turn should kept in ice. هاي تشيس نايلون خليتها بحاوية بلاستيكية نايلون، حطها بالثلج. اوكي
هذا الطرف مبتوره غسله غسله زينه بنورمال سلاين لفه بشي سلايدون ذبه بشي حافظه بالثلج واضح؟ دايركت كونتاكت بين ذا تيشو اند ايس تبوا عليه شود بي افويدد يعني ما يصير تخلي الثلج على على الجلد ليش؟ لان هذه مشاكل ممكن نسوي سكندري بيرن اللي هي اللي هي مثل الفروست بايت يعني تنتهي فروست بايت انجري مثل الفروست بايت نفس حكم البيرن